أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن إجينا سؤال من مشاهد نحن منعزه كتير 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 ومنحبه كتير، إذا عندنا نحن وصفة تزيل دهون الكرش. كمان إجينا سؤال من مشاهد نحن منحبه كتير كتير، إذا عندنا أنا عملت طبخة باللغة الألمانية، إذا في أعملها باللغة العربية. أنا رح أقول له هيدا الشخص اللي نحن منعزه كتير ومنكرمه كتير، أنا هيدي رح أعملها بأسرع وقت، لأنه هيدي بدها وقت أكتر من وقت هيدا الفيديو، ما يكون زعلان مننا أبدا. هو إذا بس شوف هالفيديو رح يعرف نفسه هو من هو. نحن منحب كل مشاهد منكم، كل مشاهد منحبه نحن ومنعزه كتير. فنحن نبلش بهالوصفة هيدي، مشروب بزيل الدهون الكرش والدهون من جسم الانسان. هتلاقي نحن نقول لكم على شو بصير الكرش كبير. بكون الانسان عنده مثلا ضعف بالتمثيل الغذائي، يعني ضعف بالايد، الايد شايفين؟ بتعرفوا انتم، ما بدي احكي انا كثير، جسم الانسان بحول الطعام اللي بياكله لطاقه، وإذا الإنسان بياكل كتير أكتر الجسم ما عادش بيحول كل هالمكونات للطاقة كليتها، فبصير هذا الإنسان عنده جسم الإنسان بيحفظ هالطعام هيدا وبيحوله لدهون. نحن هسه بهالمشروب هيدا نحن بدنا نعزز عنا زيادة التمثيل الغذائي، يعني زيادة تحفيز التمثيل الغذائي، يعني بدنا نزيد معدل الأيض عنا حتى يرفع معدلات حرق الدهون بجسم الإنسان، يعني حتى جسم الإنسان يستعمل المزيد من الطاقة. وهيدا المشروب تشربوه قبل النوم، يعني هيدا مكوناته مثل ما نحن قلنا فيه كل المواد المفيدة قاتل الدهون، وبيحرق هيدا الدهون وانتو نايمين، بيعزز هيدا التمثيل الغذائي عندكم، بقوي بزيد معدل الايض عندكم. وهيدا المكونات موجودة هني عندكم كلياتكم، منا الى اول شيء زنجبيل. انا عندي هون زنجبيل مطحون 100%، يعني هيدا رهيب. اذا عندكم زنجبيل طازة بتاخدوا كم قصعة زنجبيل بتحطوها يوميا بكوبية 200 مليلتر بتحطوها هون. نحن لسه عندنا هون حص ثوم. الثوم بتعرفوا انتم انه فيهم مادة الأليتسين، والثوم بعد الطعام بينزل ما بيرفع معدل السكر بالدم، ما بيرفعه، يعني بخليه دائما مش مرتفع كتير، على مستوى طبيعي بيخلي. بتقطعوا هيدا فص الحص الثوم، بتقطعوه شايفين، حطينا هون الزنجبيل، حطينا نحن هون فص الثوم. هسه نحن عندنا هون خل التفاح. خل التفاح كمان هو هيدا بيعزز التمثيل الغذائي، اهم شيء هو خل التفاح، رهيب رهيب. وخل التفاح فيه كمان فوائد كتير. لشو حطوا ملعقة كبيرة خل التفاح؟ خل التفاح بيعزز البكتيريا المفيدة بالأمعاء، بيعززها. لأن عندنا كمان هون عصير حامض الليمون، هيدا 100%. إذا عندكم حامض ليمون طازة فيكن تحطوه كمان. نحن منقول هيدا كمان جيد جيد، هيدا موجود عندنا بألمانيا مش مغشوش. نحط ملقة هون كمان شايفين، ونحط هون يا حبيبتي ماي مغلية. نحن حطينا هون بنحط المي المغلية هون فوقهم، يعني عندنا نحن 4-5 مكونات هدول بيزيدوا التمثيل الغذائي ومنحركهم. اسا نحن بدنا نحليهم شوي حتى الجسم يشتغل اكثر. نحن عندنا هون اسا شراب الصبار او شراب الاغاف، هيدا كمان طعمته حلوة. إذا ما عندكم منه هيدا أكافين ديك زفت، شراب الصبار أو الأغاف، فيكن تحطوا له عسل طبيعي. أنا رح حط له شوية حليب بشراب الصبار الحلو، حطيت شوي فوق شايفين، رح حركن وبتخلوه هيدا. إسا أنا رح غطيه، إسا أنا هون غطيته
بتخلوه حوالي 3 دقايق وبعدين بتشربوه. هيدا الثوم بتبلعوه، هيدا الثوم ما تعلكوه، يعني بصير عندكم ريحة ثوم قوية، هيدا بتبلعوه رح تخلوا مادة الأليتسين عندكم بجسم الإنسان بالأمعاء، بتقتل كل البكتيريا عندكم كمان، وكمان رح تحول معدلات حرق الدهون رح تحرقهم كلهم بالليل. هاي المكونات هاي، نتمنى لكم الصحة والعافية بهيدا المشروع. وفي كتير مشروبات كتيرة بيزيدوا التمثيل الغذائي، نحن عندنا كمان وصفات كتيرة. هيدا هو المشروب اللي نحن بدنا نقلكن عنه، بنتمنى لكم الصحة والعافية، اشربوا هيدا منه يوميا قبل النوم. واكيد لازم تحافظوا على غذاء صحي، يعني ما بينفع الواحد الا الواحد بيخبط اسا لحم ودهون مشبعة ودهون مش منيحة ويشرب هيدا المشروب ويقول انا والله يا ناس هيدا المشروب مش نافع ابدا. اكيد هيدا المشروب مفيد، ولكن الغذاء الصحي كمان مفيد، وكمان الرياضة مفيدة. بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة، وما تنسوا المشاركة وما تنسوا اللايك بهالفيديو، هيدا إلى الفيديو بيعجبكم. الله معكم ومع السلامة، وبركات الله عليكم كل يدكم، ومع السلامة، باي باي.